طيب الجزئية اللي بعد كده عندنا الـ heating and cooling curves في المادة اللي هي الصوديوم اسيتيت تراي هيدريت. ده برضك موضوع مهم جدا. يبقى احنا بنتكلم على مركب، لو هناخد مثلا ده الاسيتيك اسيد CH3 CO اتش، بدل اتش بقى انا احط الصوديوم، ده الصوديوم سولت اهو، ومعاها 3 ووتر مولكولز 3 اتش 2. اوكي 3 اتش 2. يبقى المركب ده اللي هو الصوديوم اسيتيت، صوديوم اسيتيت تراي هيدريت، صوديوم اسيتيت تراي هيدريت. ده اللي هو الهيتنج كيرف بتاعه اللي هو التسخين. احنا هنكون انترستد قوي في الكولينج كيرف عشان في بعض الفينومنا اللي احنا هيهمنا ان احنا نفحصها، عشان هتهمنا قوي احنا بنتكلم في الموضوعات اللي تالي ذلك. فالمهم دلوقتي هناخد احنا اللي هو الماده بقى اللي عندك اللي هو الصوديوم اسيتيت تراي هيدريت. انت تلاقي موجود عندك في المعمل بتاعك في ووتر باس عشان يهمنا او نعرف الخلفيه بتاع هذا الموضوع. يبقى ده اللي هو الصوديوم اسيتيت تراي هيدريت سوليد ماتيريال. وانت بتشيلها من الووتر باس مثلا، نقول مثلا ات اباوت 85 ديجري سنتيجريد، يعني انت شلتها من حمام مائي مسخن يعني هيتد تو اباوت 85 ديجري سنتيجريد. وانت بتاخد العينه، اول ما تاخد العينه طبعا يكون في عينه ترمومتر، في ترمومتر تبدا تسجل مباشره درجه الحراره مع التايم. يعني هتاخد الزيرو تايم بتاعك مع مثلا ايه اول قراءه تاخدها عند القيمه العاليه دي، اول ما تشيل العينه من السخان بتسجل انت التمبرشر في هذه الحاله. اوكي طيب انت سجلت التمبرشر ويقول له ريكورد معاك الموبايل بتاعك، وتبدا تسجل او ساعه، وتبدا تسجل الايه ايه اللي هو التايم، انت خدت التايم ده عند كام بتاعك. اوكي فهنقول ده التايم زيرو، اللي هو هنقول مثلا نفرض كان هنا 85 ديجري 85، كان التايم زيرو بتاعك هنا. اوكي زيرو تايم، يقول له ريكورد بقى افتر سيرتن تايم انترفلز، وتاخد درجات الحراره بتاعتك بتاع العينه. وهنشوف دلوقتي رغم بساطه التجربه دي الا انها في غايه الاهميه عشان هنطبق عليها الفيز رول اللي هو قاعده الصنف اللي هي مبني عليها حاجات كتيره جدا جدا. والميزه في التجارب دي انها يعني تيست تيوب اكسبيرمنتس بس فيها اوت كام مهم جدا، يعني يفهمك حاجات حلوه قوي قوي يعني. فاحنا نقول دلوقتي الكيرف ده بالظبط اللي انت هتحصل عليه اهو، هتبص تلاقي فيه وصلت لدرجة حرارة تقريبا روم تمبرشر يمكن، يعني اباوت 40 ديجري سنتيجريد، والمادة ريمينز ليكويد، يعني هي المادة تشود بي سوليد عند التمبرشر دي، هي تشود بي سوليد عند التمبرشر دي وليكن مثلا اباوت 58 ديجري سنتيجريد، اباوت 58 ديجري سنتيجريد المادة دي it should be solid at this temperature. طيب هي المادة بردت انت اللي about مثلا 40 degree centigrade والمادة still liquid، فبسمي المادة دي super cooled فوق المبردة، super cooled state. super cooled state دي ان المادة is a liquid liquid at a temperature where it should be solid، يعني المفروض هي كانت تبقى سوليد في الحته في الحاله دي. امال ايه حكايه ليكويد دي؟ باختصار كده الليكويد اللي عندك ده نيدز اللي احنا هنقول مثلا عليها سيدز، يعني او نيوكلياي انويه عشان تبدا تبني عليها الماده الصلبه. فاذا كانت دي ابسنت، وده مش عيب في الاكسبيرمنت بتاعتك ولا حاجه، اذا كان ده ابسنت يبقى المادة السوليد ده مش هيلاقي حاجة عشان يتبنى عليها، وبنى عليه it will remain في الكيس دي. الكيس دي لو انت سبتها لغاية T
الترم الجاي هتنقلها ليكويد، هتنقلها ليكويد لانها مش لاقيه نيوكلياي او سيلز عشان تبني عليها الماده الصلبه دي. فالاكسبيرينت بتاع اللي انت هتشتغلها عموما هتضيف انت بقى من هنا في وان كريستال، يمكن يعني وان كريستال بلوره يمكن واحده من الماده الصلبه اللي عندك. يبقى انت هتضيف من الماده الصلبه بتاعتك. اوكي طيب الوان كريستال دي انا هتبص تلاقي الماده بتاعتك بقت سوليد، والسوليد سوليديفيكيشن عمال يمتد داخل العينه بتاعتك بحيث يبدا من هنا تبقى سوليد، وفي السوليديفيكيشن اكستندز في الاتجاه اللي انت شايفه قدامك ده. وهتلاقي العينه بتاعتك بقى بدل ما كانت هي عند روم تمبرشر او عند 40 ديجري سنتيجريد هتلاقيها سخنت تاني، سخنت جدا بتوصل لغايه 58 ديجري سنتيجريد فعلا. طيب طبديا ايه بالظبط التفسير بتاع هذا الموضوع عشان ده هيهمنا في النظر اللي هنتكلم فيه دلوقتي. ان الماده بتاعتك وهي في الليكويد ستيت دي هتكون ديس اوردر، جزيئات فيها انت عارف لو ليكويد يبقى جزيئات فيه ديس اوردر غير مرتبه، ده غير مرتبه. اوكي الديس اوردر ستيت اللي هي السوبر كولد ستيت دي ليكويد ستيت، في حين ان السيديان هي اوردر اللي هي فالجزيئات هنا بتبقى اوردر مرتبه في تركيب بلوري موجود وهي بقت مرتبه بهذه الصوره. فالمهم ان الاوردر ستيت بيكون عند طاقه اقل، خلي بالك معايا يعني بالظبط لو احنا نرسمها هنا هنرسمها ان الديس اوردر اللي هو عشوائي ده جزيئات فيه عشوائي ده هيكون الانرجي بتاعتها اعلى من كونها في اوردر، يبقى في مور بوندنج موجود ويبقى في نوع من اللورنج في الانرجي بتاع السيستم اللي عندك ده اللي هي الاوردر ستيت اللي هي السوليد. فالتحول من هنا لهنا بيصاحبه حراره بتطلع، التحول ده بيطلع هنا حراره هيت. وده بالظبط الفينومينا اللي احنا بنشوفه هنا ان بعد اضافه الفيوكريستال زين هتبص تلاقي الماده حصل لها سوليديفيكيشن واصبحت هوت، انت بتتتبعها برضك بدرجه الحراره لغايه ايه ما تبرد تاني في هذه الحاله. الموضوع ده بقى هيحصل مع نسبه كبيره جدا منكم طلبه تحصل على البيهيفير ده، تحصل على سوبر جولد ستيت. وفي بعض الطلبه هتبص تلاقي اول ما يشيل العينه وهنقول هنا اللي هو التايم وهنا التمبرشر هتلاقي البيهيفير بتاعه جاي مختلف عن ده، والاثنين صح يعني الطالب ده صح والطالب ده صح. عندي هنا التمبرشر انتجري سنتجريد وعندي هنا التايم المينتس. التجربة دي بنجيبها لك كتير في الامتحانات ونجيب لك مواد مختلفة بقى عشان تشوف البيهيفير ده. طيب ان مينت هتلاقي في بعض الطلبة حاصلين على كير بتاعهم بالصورة دي، الكير بالصورة دي وما حصلش على سوبر كولد ستيت وهنا كونستان عند اباوت 58 ديجري سنتجريد طبعا دي بتختلف بين المادة الأخرى اللي أنت بتشتغلها. وفي الحاله اللي قدام اللي هو صودا ماسيت تراي هيدريت ده فعلا اللي يكون عندي الريدج ده. طب البيهيفير ده صح بتاع الطالب ده صح والبيهيفير بتاع الطالب ده صح، كل ما فيها ان فيه الماده هنا كان فيها بعض النيوكلياي الانويه اللي موجوده بدون الطالب ما يشوفها بعينيه طبعا، وهنا كان كل الماده بتاعته منصهره يعني ما فيش نيوكلياي هنا. فالجزء ده البيهيفير ده هيكون ليه تفسير برضك مهم جدا، وهنطبق بقى احنا الفيز رول عليهم. الفيز رول ده اللي هياخد ان شاء الله هنتكلم فيه في محاضره لاحقه يعني، لانه ليه تطبيقات مهمه جدا في الكيمستري وان احنا ايه اوير بهذا الموضوع. طب المنتج اللي قدامي ده اللي هو السوبر كولد ستيت اللي انا قلت لك ممكن يقعد فتره طويله جدا هو في الليكويد ستيت بيباع حاليا في الصيدليات. هتلاقي الناس اللي هم عندهم الروماتيزم والحاجات دي بدل ما يجيب القربه بتاعت الميه دي وحطها وسخن ميه وحط الكلام ده بيحطوا فيها الصودا، هي موجوده افيلابل فعلا في الصيدليات يعني.
بيجيب هو فيها بلاستيك كونتينر كده مقاوم للانصهار وفيه المادة بتاعته، وبعدين هو بياخدها يسخنها لغاية ما تنصهر. وقت ما يحب الحرارة اللي فيها يحط في زي إبرة جانبية كده بيضغط فيها بعض السوليد وتبدأ تطلع له الحرارة، فهي بتكون عند عباوة مثلا 58 ديجري سنتيجريد اللي مدة طويلة جدا بالنسبة للووتر، فبيبقى يعتبر نوع من الاستورج بتاع الهيت، نوع من ان انا اختزن الحرارة يعني. فعشان كده بيسموها هيت باتريز، بيسموا النوع ده من الحاجات دي بيسموها هيت باتريز. طبعا الهيت باتريز دي لها تطبيقات بقى حاليا في الحياة كتيرة جدا، من ضمنها ان انت مثلا ريسك اوبريشنز اللي عمليات الانقاذ، لو عم محتاج حاجة فيها حرارة يعني، بالظبط زي ما انت عندك بطارية بتاعت كهرباء، في عندك بطارية محتفظ بها بالحرارة بتاعت الايه المادة بتاعتك. اوكي. فالمهم دلوقتي ولها تطبيقات طبعا برضك تانية، يقول لك مثلا في البيبي بيدز عشان هي مادة نوت توكسيك، مادة سيف كويس قوي، يستخدم في التدفئة يعني. في عندنا الميليتري بيربوسز، الأغراض العسكرية زي الهيت سيكنج ميسايلز اللي هو الصواريخ اللي هو البحث عن الايه الحرارة، ده يعتبر ايه بعض التطبيقات بتاعتها الموجودة بتاعت الهيت باتريز اللي متكلم قدامنا دي. طيب طبعا السيستم اللي انا اتفقنا دلوقتي ده السيستم اللي انت هتشوفه، اللي انت تاخده يعني عمليا وتبدأ تشتغل عليه، وبعد كده بقى هنشوف بقى الجزء بتاع ايه بتاع الابليكيشن بتاع الفيز رول على هذا الموضوع، ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه المرة الجاية، الابليكيشن فيز رول للموضوع اللي قدامي في هذه الحالة. عدد درجات التحرر، this is the number of degrees of freedom. degrees of freedom number بتاع of freedom. اوكي. number of degrees of freedom. هنقول هنا ال C النمبر اوف كومبوننتس، المكونات دي النمبر اوف كومبوننتس، هاو ميني كيميكال كومباوند عندك في الموضوع ده، يبقى ده سميها كومبوننتس. اوكي كومبوننتس المكونات يعني. طيب هنا بي النمبر اوف فيزز، لاحظ ان حتى واخدين الحرف الاول هنا اللي هو السي عشان كومبوننتس، ده النمبر اوف فيزز، هاو ميني فيز موجودين عندنا يعني، هل عندنا سائل ولا عندنا صلب ولا عندنا ايه بالظبط. This is the number of phases، يبقى انت هتضيف هنا number of قبل كل واحدة من دول، number of number of number of، دي number of external variables المتغيرات الخارجية، المتغيرات الخارجية external variables. هنشوف ايه معنى الكلام ده، لان التجربه اللي انت عملتوها دي من افضل التجارب اللي تفهمك هذا الموضوع، فده يسمى external variables المتغيرات الخارجيه، external variables variables اللي هي المتغيرات. so now variables external variables. طيب نشوف ايه بالظبط الموضوع ده يعني. External variables could be in the form of say composition or pressure and temperature. يعني اي دي ممكن تكون temperature. اوكي temperature or pressure، ضغط الواقع على العينة بتاعتك. طيب يبقى ده الاكسترنال variables او البريشر اللي عندك، ضغط بتاع اللي واقع على العينه اللي عندك. طب انت اشتغلت التجربه بتاعتك بالظبط كده، كان عندك تيست تيوب وفيها عينه وفيها ثرمومتر، الكلام اللي احنا عارفينه ده، وهنا ثرمومتر. فاذا العينه دي في الاوبن اتموسفير يعني عاملينها في جو مفتوح مش تحت ضغط ولا حاجه، فعشان كده البريشر ده كونستنت، البريشر ده احنا مثبتينه. Then you are left with one variable اللي هو التمبرشر، فعشان كده في الاكسبيرمنت اللي عندي دي في الاوبن لاب هكتب، يبقى الاكسترنال فاريبلز از 1، لان انا عامل اكسبيرمنت في الاوبن اتموسفير
والاوبن اتموسفير ده الضغط الموجود فيه هو الضغط الجوي ثابت مش متغير يعني. فده الفيز رول اهو اللي قدامك ده اف ده اللي بسميه نمبر اوف ديجريز اوف فريدم. هي الايه اختصار لايه يا دكتور؟ ما ده اللي هنشوفه واحده واحده دلوقتي، ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ان الاف ده هو النمبر اوف ديجريز اوف فريدم، عدم درجات عدد درجات التحرر، سي نمبر اوف كومبوننتس، وبي نمبر اوف فيز. طب انت خدت دلوقتي الاكسبيرينت بتاعتك من الووتر باث وخدتها عند اباوت 85 وقعدت العينه تبرد معاك، العينه هنا كانت سوليد ولا ليكويد في الحاله دي في الريجن اي بي داش؟ ليكويد يا دكتور. اي بي داش ايه رايك يا شباب؟ اي بي داش كانت العينه ليكويد. ليكويد كانت ليكويد في المنطقه دي، كانت منطقه ليكويد. فاقول النمبر اوف فيزز هنا واحد، النمبر اوف فيزز هنا واحد، يعني عندي 1 فيز اللي هو ليكويد فيز. طب انا عندي هنا 1 كيميكال كومباوند اللي هو الصوديوم اسيتيت ترايهيدريت، هنا واخد 1 كيميكال كومباوند الصوديوم اسيتيت ترايهيدريت، اذا النمبر اوف كومبوننتس المكونات الكيميائيه واحد. يبقى اف بيساوي بقى ماس، خلص جداد الاول، يبقى اف هنا بيساوي ايه؟ هتلاقي موجب واحد ناقص واحد، موجب واحد ناقص واحد بلس 1، يبقى اف هنا بتساوي 1. اف بتساوي 1 يعني ممكن نتغير درجه حراره في المنطقه دي، في المنطقه دي كلها ممكن تغيير درجه حراره. ها ايه اللي عاوز يسال يا جماعه؟ اتفضل يا حبيبي. هو ازاي الفيز واحده بس واحنا في وقت كانت فيه سوليد؟ فهم كده مش انا بكلمك على الريجون اي بي داش قبل الماده ما يحصلها سوليديفيكيشن، يعني احنا بنجيب لكل ريجن لوحدها. انا بس الموضوع ده لكل ريجن لوحدها. تمام. المايك والنبي يا جماعه، اللي عنده بدا اشرح على الريجن اي بي داش يو هاف اونلي وان فيز اللي هو الليكويد، كل دي قبل الماده ما تتجمد ولا اي حاجه، فعندك ليكويد، فالليكويد هو النمبر اوف فيزز واحد، النمبر اوف كومبوننتس اللي هو المواد الكيميائيه واحد. طيب الاكسترنال فاريبلز قلنا انها واحد على اساس ان انت يو هاف اونلي تمبرشر اللي هي الفاريبل والبريشر موحد فيهم كلهم. اذا النمبر اوف ديجريز اوف فريدم عشان نفهم معنى النمبر اوف ديجريز اوف فريدم اهو، يو كان تشينج ويعني يو هاف 1 ديجري اوف فريدم. ايه ال 1 ديجري اوف فريدم؟ ان انت ممكن تغير درجه حراره في المنطقه دي. طب نيجي للمنطقه بقى اللي هي دي المنطقه اللي هي بي داش ثاني، بي داش الى دي، الزملاء كل حصل على الكيرف ده اللي هو الكيرف من بي داش لدي. انت عندك كام فيز هنا بقى؟ ايه رايكم؟ ايه دكتور؟ اثنين يا دكتور. في سوليد ثاني واحد، في سوليد اثنين، في بالظبط كده، في سوليد بيطلع من الليكويد اللي عندك. اذا النمبر اوف فيزز هنا هيساوي كده، انا دي اللي هو المنطقه اللي هي بي داش، بي داش دي، بي داش دي عندي النمبر اوف ديجريز اوف فريدم يساوي النمبر اوف كومبوننتس واحد هو نفس الماده الكيميائيه ما اتغيرتش، ماينس النمبر اوف فيزز 2. ليه؟ انت عندك سوليد كامينج اوت اوف ذا ليكويد، بيترسب من الليكويد ده سوليد، فعشان كده النمبر اوف فيزز 2 بلس 1 اللي هي بتاع القانون اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو الاكسيرنا فيريبلز، يبقى النمبر اوف ديجريز اوف فريدم هنا كام؟ ايه رايكم يا شباب؟ زيرو يا دكتور. زيرو. 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 وعشان كده التمبرشر ويل نوت تشينج في المنطقه دي في اي سيستم طالما في سوليد كامينج اوت فروم ذا ليكويد ذا تمبرشر ويل بي كونستنت. هتلاقي درجة حرارة ثابتة على امتداد كل الموضوع ده كونستنت قدامك. دكتور بس الكميات دي مش ثابتة، ده بتتغير على حسب الاكسبيرمنت صح؟ اللي هو ازاي يا حبيبتي؟ أنا لسه ما ناقشتش الكيس بتاع السوبر كولد ستير. أنا ناقشت الكيس اللي هي بتاعة بعض زملائك اللي حصلوا على الكيرف اللي فوق ده، وأرجع تاني للجزء التاني. طيب إيه رأينا بقى في المنطقة سي دي إي؟ المنطقة دي إي ايه وضعها يا شباب؟ هتبقى 1 فيز يا دكتور، هتبقى سوليد. بالظبط 1 فيز، كل بقى سوليد هنا، كل بقى سوليد هنا، يبقى اف هتساوي النمبر اوف كومبوننتس واحد ماينس النمبر اوف فيزز واحد، لان الماده بقى سوليد كلها
you have all the material in the form of solid here. Plus one equals one. Then you can change temperature في region there. So this is an application of the phase rule to this curve. So I will talk it in English now for foreigners. We'll try to apply the so-called Gibbs phase rule to the cooling curve of sodium acetate trihydrate. Sodium acetate trihydrate is an ideal system to understand this. So once you get the test tube from the water bath, it will be at high temperature, say 85 degrees centigrade or 90, and it will cool down, say up to 58 degrees centigrade or so. So in this region, the material is liquid. The phase rule is F equals C minus B plus E. E is called the external variables, and it refers to either the temperature or the pressure. But as long as we are doing this experiment in an open lab, so pressure on top of this is constant. So pressure is constant now. It will not, is not changing. So we'll fix one of these two variables and we'll be left with one. So F equals C minus B plus one. This is a common phase rule for open systems like this. Now we apply phase rule to this region here, A, B dash. Then F equals C number of components one, we have one chemical compound, minus B number of phases, which is one, plus E one as well. Then we have the number of degrees of freedom is one. This means that we can change one variable here, which is temperature. So temperature can be changed here. In this region, B dash D. In this region, we have solid coming from the liquid. Means solidification of some of the material. Then we have the number of component and of number of phases is two. Number of phases here is two in this region because we have two phases now. Now, then the number of degrees of freedom F equals C, which one does not change, minus two. Plus one, which is an external variable, then we have the number of rhythm is zero. This means that we cannot change temperature in this region. Temperature will not change, will be constant. After solidification, the region DE, we have all the material in the form of a solid material. So in this region, you have number of phases one, number of components one, external variables one, then you have F equals one. Therefore, you can change temperature here. Right, what about your colleagues who got the supercooled state? Now, what about your colleagues who got the supercooled state? So these students have a curve like this. You have cooling and the material is liquid all over this bath here. على امتداد ده كله الناس اللي حصلوا بقى على السوبر كولد ستيت كل ده كان liquid. Then you can apply the phase rule here. So you will have F equals what? This region. What is the value of F along A, B? Will be equals one. Equal one. We have only one liquid phase. Okay. Then you interfered from outside. أنت دخلت من الخارج دلوقتي وأضفت one crystal. Then you will forget about this region. لأن this is non-equilibrium state. دي حالة ما فيش فيها اتزان. أنت بتحط crystals من بره والمادة بتبقى hot. This one phase rule will not apply to this region. المنطقة دي مش ينطبق على الفيز رول لان this is not an equilibrium state. مش equilibrium ليه؟ انت حطيت كريستلز من الخارج والماده بقت سخنه فانت بتتدخل بحاجه مش عن طريق الاكوليبريم ده من الخارج يعني عن طريق اتزان يعني. هنا اتزان is not existing here.
طيب طلع المادة دي بقت المادة هنا along the curve ده الكورد ده هتلاقي فيه solid coming of the liquid يعني برضك solid بنحصل عليه من الليكويد يبقى عايز النمبر اوف فيزز هنا ايكوالز 2 نمبر اوف فيزز ايكوالز 2 واف ايكوالز 0 في هذه الحاله اف ايكوالز 0 ذا نمبر اوف ديجريز اوف فريدم از 0 انتل يو جيت اول ذا ماتيريال ان ذا فورم اوف سوليد ماتيريال يو جيت اف ايكوالز 1 ان ذيس بارت. دكتور مش احنا كده غيرنا الاي ما هو الاي حبيت انا ما بتكلمش على الاي ده من البدايه استبعدتها قلت انها رقم بتساوي واحد انا ما استبعدتهاش انا قلت الاي ايكوالز 1 ليه هي عندك الاي ده ممكن احتمالين اتنين فيها او تو فاريبلز خارجيين يا اما درجه حراره يا اما البريشر انا بقول احنا بنجري التجربه بتاعتنا في اوبن اتموسفير مش كده في اوبن يعني انبوبه مفتوحه في المعمل ما بغيرش الضغط فيها فعشان كده التيست تيوب اللي عندي دي بيكون عندي كونستنت بريشر فالكونستنت بريشر مش معناه انه بيبقى في الحاله دي ان هو ايه اونلي يو هاف اون الاتموسفير از كونستنت زين يو هاف اونلي وان فيريبل اللي هو التمبرش فعشان كده شطبت الاي وحطيت بدلها واحد يبقى هنعرف الواحد جاي منين ان انستيد اوف 2 اللي هو البريشر والتمبرشر يو هاف اونلي ذا تمبرشر اللي هو الاوتسايد فيريبلز عندك فده تطبيق الفيز رول ليه بقى لان انا اجيب لك اكسبيرمنت دي بنجيبها لك كتير قوي بماده ما اي ماده انا اجيبها لك يعني انت تشتغلها انت تشتغلها وتعملها لوبين كيرف ثانيه واحده هتختلفوا من بعض عن بعض يعني في مواد مختلفه يا حبيبي بقول ان انت تشتغلهم يعني انت ماده وممكن تجيب لك ماده ثانيه وبتجيب الكولين كيرف بتاعها وتطبق الفيز رول على الديفرنت ريجونز اللي عندك فده تطبيق الفيز رول اولا دي من ابسط التجارب عشان تعرف ود ومين باي فيز رول وتعرف ود ومين باي النمبر اوف ديجريز اوف فريدم عدد درجات التحرر هاو مين ديجريز اوف فريدم عندك عشان تعرف النمبر اوف كومبوننتس عدد المكونات عشان تعرف النمبر اوف فريدم يعني ايه التحرر يعني بالظبط انا عندي حريه حركه ثانيه انا عندي حريه حركه ايه علشان اكون داخل السيستم ده يعني السيستم اللي عندي ده عندي كم اقدر اغير فيه ايه ولا زال السيستم اللي عندي موجود ان اكوليبريم فانا عندي هنا درجه حراره تحرر واحده ان انا ممكن اغير درجه حراره مش ده تغير الحراره ريال هنا ما اقدرش اغير درجه الحراره درجه الحراره دي بقى كونستنت لان فيه سوليد بيطلع من الليكويد يبقى انا عندي تو فيزز فتلاقي درجه حراره هنا كونستنت في المنطقه دي درجه حراره اللي هنا دي كونستنت اه ما اقدرش انا بغير الحراره بس اه فهنا ايه ما اللي عند اللي هو الفاريبل اللي عند الاساس هو درجه حراره بتاع السامبل اللي عندي انا ما بغيرش الكومبوزيشن بتاعها الماده دي 1 1 1 كيميكال لو سمحت يا دكتور اه هو من بيل سي دوت الماده كانت ايه سوليد ولا ليكويد اللي هو يبقى سي انت بتتكلم على سي ولا بتقول عليه يا حبيبي من بيل سي اه برافو عليك من بي بي سي برافو عليك بي سي ده انا تدخلت من الخارج اضفت كريستالز خارجيه فلما انا اضفت كريستال خارجيه السامبل بتاعتك قلنا بتحول من الديس اوردر ستيت السوبر كولد الى الاوردر ستيت فتدخلي انا من الخارج ده بيخلي السيستم ده از نوت ان اكوليبريم ده ليس في اتزان لان انت متداخل من بره بحاجه معينه اوكي فجيبس فيز رول ده ابلايز تو اكوليبريم ستيت لحالات فيها اتزان ايه الاتزان يعني ما تدخلش انا من بره واعمل حاجه معينه ده السيستم خلي بالك الموجود ده انا بشوف السيستم بيفر بتاعه از اتز الجزئيه اللي انا عاملها شيد دي اللي هي دي كلها انا متداخل فيها من الخارج عامل ايه اضفت كريستال من هنا عملت هيتنج للسامبل والكلام اللي انت عارفه ده كله ف يو ار انترفيرنج في السيستم ده فما فيش فيه اكوليبريم فعشان كده الريجون بي سي انا ما بطبقش الفيز رول عليه. طب دكتور لما حضرتك بتضيف كريستال واحد واحد يعني لما حضرتك بتضيف كريستال اللي هو الكومبوننت مش المفروض نخليها تو لان كده بقى في تو سبستنس الكريستال من نفس الماده لحظه الكريستال انت ضايفها دي من الصدمه نسيت راح يدري هي نفس الكيميكال كومباوند. شكرا لك. ممكن الاول دكتور يعني الفيز رول بيتطبق على الرياكشنز اللي في الاكوليبريم بس
بالظبط. او على الريجنز في الاكوليبريم بس. اه بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ذا جيبس فيز رول فور اكوليبريم ستيتس. اوكي طيب، اذا الشكل ده كنت انت عارف بقى يعني هو رغم انها تيست تيوب اكسبيرمنت اوكي، بس هتعرفك ايه بقى وضعه مين باي ديجريز اوف فريدم، كومبوننتس، فيزز، اكسترنال فاريبلز، الكلام ده كله. فده مختزلينها في موضوع في غايه الجمال اول، اللي هو جاست وان اكسبيرمنت تو ديمونستريت اللي هو الفيز رول والابلكيشن بتاعه. انت بتطبق ده ناحيه. اتفضل. ممكن تعيد تاني بس السي دي، يعني الفيز رول بتاعت السي دي، عشان مش عارف هي كام فيز. اه السي دي هتلاقي المنطقه انت اضفت في كريستال، وفعلا الماده بقت في معظمها سوليد، بس لازال فيه ليكويد عندك بيتحول لسوليد. يعني على امتداد المنطقه دي لازال فيه ليكويد بيتحول لسوليد. يعني لما انت تضيف الوان كريستال ما بتحولش كله مره واحده من ليكويد ستيت اللي هو ديس اوردر الى الاوردر ستيت اللي هو السوليد. ده بيبقى في الانبوبه اللي عندك فيه ريميننج ماتيريال في الليكويد ستيت، هي بيحصل لها سوليديفيكيشن على امتداد الجزء ده. فهي كده تو فيزز. فبقى تو فيزز بالظبط كده. فعشان كده التمبرشر بتبقى ثابته يعني. وبعدين بعد ما يبقى كله سوليد بقى خلاص وضمن ان هو سوليد، بناخد البيفير اللي قدام ده. فعشان كده العمل ده يا جماعه يعتبر من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي تساعدك فهم النظر بتاعك. والفيز رول ده تيست تيوب اكسبيرمنت، تفهمك ايه الفيز رول والابلكيشن بتاعه وايه هي بالظبط النمبر والديجريز اوف فريدم في الحاجات دي. طبعا ده اللي هو السيت اب بتاع السيستم اللي عندك، وده الشرح بتاع الايه الجزء اللي هو ده مشروع عندك في كتاب العمل بتاعك، ومناقشينها حاجه حاجه في هذا الموضوع. اوكي كده يا شباب. طيب احنا هنقول هنا ايه. هشوف بقى الجزء بتاع عندك كده كام سؤال عايزين اخر صفحه. اخر اوكي. What is the difference between fusion؟ هسيل عندك في العمل ايه fusion and melting. اتفقنا الفيوجن you have more than one constituent في السامبل. يعني انت عندك هنا water مع sodium acetate، يبقى السودام اسيت راه يدريت، ده هي ديفيوجن. انما لو انت عندك بيور كيميكال ما فيش فيه الجزء بتاع الووتر او ماده اخرى معاه، يعني then you have melting process في هذه الحاله. يعني طبعا في الفيز رول بنعامل السودام اسيت راه يدريت as one chemical compound في هذه الحاله. طيب بقول هنا الماثيماتيكال فورمولا بتاع جيبس فيز رول، لو احنا استخدمنا بقول هنا طيب بقول هنا لو عندنا الفيز، لو كان البريشر متغير معايا كده يا شباب ولا مش معايا؟ اذا كان الماتيكال اكسبريشن هو اف بتساوي سي بي ماينس اف بتساوي سي بي ماينس 1 ماينس بي بلس 1، هيكون صورته ايه لو كان البريشر فيريبل؟ يبقى هتبقى بلس 2. حط هنا بلس 2. طب في الرياكشن ده لو انا خدت سوليد وبقى ليكويد ودي عمليه فيوجن، السوليد ده بينصهر يعطي الليكويد، والليكويد ده بيحصل له كريستاليزيشن ويد السوليد. ويتش وان از اندوثيرميك؟ يعني ده اللي فوق ده الفيوجن ده اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك تتوقعوا ايه؟ اندوثيرميك لان بتضيف حراره مع السوليد عشان يتحول لايه؟ للليكويد، مش كده؟ يعني هنا بضيف هنا هيت، فما اضيف هيت مع السوليد بيتحول الى الليكويد، يبقى الاتجاه ده اللي هو واحد ده اندوثيرميك، في حين ان الليكويد ده لما كان اتحول لسوليد كان مطلع حراره في العمليه بتاع كريستاليزيشن دي. يعني اكسوثيرميك ولا اندوثيرميك بقى؟ الاتجاه من الشمال اكسوثيرميك الاتجاه الشمال، يعني اكسوثيرميك على اساس ان الليكويد بيعطي سوليد زائد هيت، كده؟ واحنا ما بنجي سوليد عشان نحوله سوليد، عشان نحوله لليكويد فورم يعني نعمله ميلتنج، يعني بنعمله هيتنج، مش كده؟ فيدينا الليكويد، هو ده العمليه بتاع الفيوجن او الميلتنج اللي فوق دي. ففي الحاله دي الاتجاه ده هيكون اندوثيرميك اللي هو جاي من الشمال لليمين، انما من اليمين للشمال بقى انا عندي ليكويد بيعطي سوليد زائد حراره، يبقى ده اكسوثيرميك رياكشن اللي هو القدامي ده. وطبعا احنا شفنا حكايه الاوردر والديس اوردر، انا عامل لك هنا هوايه ايه سبب في هذا الموضوع.
ان الليكويد ده از ان ديسوردرد ستيت، انما السوليد ده اوردرد ستيت، فده اكزيستس عند هاير انرجي اللي هو الليكويد. فالليكويد ما يروح للسوليد بيقعد في حراره كده. واي داس روديفيكيشن سوبر كولد ستيت اوكرز ابون اديشن. دكتور انا مش فاهمه ليه واي اللي هو حبيبي اما اللي حضرتك قلت واي ده اكستريميك وده اندوثيرميك. بالظبط كده، انا بقول هنا عندك سوليد وعاوزه تحوليه لليكويد تعمل انصهار، يعني تعمل فيه ايه؟ هزود له هيت، هعمل له هيت. بالظبط كده، فانت بتقولي هيت زائد سوليد بيعطي ايه؟ ليكويد. فالاتجاه ده بسميه اندوثيرميك، يعني هو مصدر الحراره كده. في حين العكس لو انت عندك ليكويد وبيدي سوليد، فبيدي سوليد زائد هيت اللي انت شفتها عندك لما كان عندك سوبر كولد ستيت وخليتها تتحول الى سوليد ماتيريال كان بيطلع هيت في هذه الحاله. فالفيوجن ده از ان اندوثيرميك بروسيس، عمليه مصدر الحراره، في حين الكريستالايزيشن اللي هو التبلور اللي هو من ليكويد الى سوليد ده ان اكسوثيرميك بروسيس. وواي دي السبب، واي احنا قلنا عشان ده ديس اوردر انما دي اوردر دول. فعشان تحول من ديس اوردر اللي هو هاير انرجي الى اللور انرجي بيعطي هيت في هذه الحاله. طيب احنا قلنا بقى ايه سبب ان ما ضفنا فيو كريستالز ادتنا سوليد للسوبر كولد ستيت؟ ايه سبب يا شباب؟ معلش يا دكتور ممكن تاني سؤال تاني؟ سؤال تاني، بقول ايه السبب ان ما كان عندي ليكويد ستيت واضفنا فيو كريستالز اتحولت للسوليد؟ مش انا كان عندنا السوبر كولد ستيت يعني درجة الحرارة بتفضل تقل بتثبت بعدين بتقل. استنى يو ار اوفرنج سيدز، سيدز اللي هو سيدز او نيوكلياي، بقدم انويه للسيستم او سيدز، سيدز عندك اللي هيبني على السوليد. هو ده السبب ان ما انا اضفت كريستالز بدات تدي السوليد في هذه الحاله. So in English now what's the difference between fusion and melting. Fusion you have more than one substance. Melting you have only one substance. Both of them will give the appearance of solid to liquid but the two terms are different in the number of constituents now. In fusion we have more than one constituent but in melting you have only one constituent. What will be would be the mathematical expression of Gibbs phase rule? If you have if the pressure is variable then you have F equals C minus B plus 2 if the pressure is variable in this case. And the following change, solid gives liquid. This process is a fusion process or melting. But the liquid ممكن الباربون ده حضرتك تبعته يا دكتور؟ كان كده ما ده كل ده هيبقى على الموقع بتاعه ولا انا حوش عندي كل الباربون ده هيتبعت لكم على الموقع بتاعه وهيكون فيه عندك على الموديل فيه لينك كمان فيه يا شباب. اوكي دكتور لو سمحت ليكويد جوز جاست مومنت ليكويد جوز تو سوليد ذن وي هاف كريستاليزيشن بروسيس ذس ويل بي اكسوثيرميك بروسيس ذس كيس. Why occurs? Why solidification? Why solidification? يعني ما بقاش حد بشرح ولا في صوت طفل صغير جنبنا ولا حاجه. طب يا ريت والله يا دكتور خلاص ده اللي احنا قلناه وانت راجل واد عاقل فعلا انت واد عاقل فعلا. فا واي سوليديفيكيشن اوكي الصوره كل ستيت يو ار اوفرنج سيدز في هذه الحاله. فده اوكي ان شاء الله بعدين نشوف الجزء الثاني.